إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، يعني المحرمات اللي واردة عندنا كانوا أهل الجاهلية يحرمونها، ما كانش حد يتزوج أمه ولا كان يتزوج أخته ولا كان يتزوج بنته ولا شيء من هذا، إلا مسألتين. المسألة الأولى اللي هو مرات الأب زوجة الأب، فكان قد يرثها ابنه أو يتزوج بها، ولو أن يتزوج بها ينكحها أو يبيعها، وأن يجمع الرجل بين إيه؟ وأن يجمع الرجل بين أختين، فنهى الله عز وجل عن ذلك، فقال سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد إيه؟ ما قد سلف، يعني اللي حصل منه هذه المسألة يعني يفارق ويستغفر ربه سبحانه وتعالى من إيه؟ من ذلك. هذه المسألة حدثت في الإيه؟ في الجاهلية، لكن في الإسلام لا يحل هذا البت. فنهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الأب، ولم يبين ما المراد بنكاح الأب، هل هو مجرد العقد أم الدخول؟ أحيانا يعقد الرجل على امرأة ثم لا يدخل بها، يطلقها قبل الدخول بها، فهل مجرد العقد على المرأة من جهة الأب يحرم المرأة على الابن، أم لا بد أن يدخل أن يدخل بها؟ أجمع العلماء على أن من عقد عليها الأب حرمت على ابنه. جاء رجل مثلا شاف امرأة عقد عليها لكن طلقها قبل أن يدخل بها وأن يبني بها، مجرد ما عمل عقد زواج بينه وبينها، زوجتك قبلت أو زوجتك موكلتي وأنا قبلت وتم العقد، لا يجوز لابنه أن يتزوج بها وإن لم يدخل بها الأب، وهذا تحريم مؤبد. وكذلك عقد الابن محرم على الأب إجماعا وإن لم يمسها، هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للآباء. يعني إذا عقد الابن على امرأة لا يحل لأبيه أن يتزوج بها، وإذا عقد الأب على امرأة لا يحل للابن أن يتزوج بها وإن لم يدخل كلاهما بالإيه؟ بالآخر، يعني يدخل الأب بالمرأة ويدخل الابن بالمرأة. فعن البراء قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وأخذ ماله. أن هذا نكاح محرم ولا يجوز، ومن تزوج امرأة أبيه فإن عقوبته الشرعية ويقوم بذلك الحاكم الشرعي، القاضي الشرعي، هم لهم تطبيق الأحكام الشرعية، حده القتل وأخذ المال. أم الزوجة تحرم على الرجل بمجرد العقد. إذا عقدت على امرأة مجرد أن تعقد عليها لا يحل لك أن تتزوج بأمها عند جماهير أهل العلم، وهو الصواب لإطلاق قوله تعالى: وأمهات نسائكم فلم تتقيد بالدخول كما قيدت الربيبة، فإن كان دخل بزوجته حرمت عليه أمها بالإجماع، ويدخل في هذا أم زوجته وأم أبيها. بنت الزوجة اللي هي الربيبة: وربائبكم اللاتي في حجوركم، بنت الزوجة التي تحتك أو التي في بيتك تسمى بالربيبة. اشترط العلماء في تحريمها أن يدخل الرجل بأمها، يعني إذا رجل تزوج بامرأة عقد عليها مجرد العقد ثم طلقها دون أن يدخل بها يحل له أن يتزوج بابنتها، لكن إذا دخل بها لا يحل له أن يتزوج بإيه؟ أن يتزوج بابنتها، على العكس في الإيه؟ على العكس في الأم، على العكس في الإيه؟ في الأم. مجرد العقد على البنت يحرم الإيه؟ يحرم الأم. واضحة المسائل ولا ما زالت واضحة؟ طيب، قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. والراجح من أقوال أهل العلم أن قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم يعني في بيوتكم لا يعد شرطا لتحريم بنت الزوجة كما ذهب إليه الجمهور، فهو خارج مخرج الغالب، وما كان كذلك فلا مفهوم له. ومما يؤيد هذا
أنه تعالى احترز بقولهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن، يعني أحيانا تكون بنت الزوج مثلا بنت الزوجة عند غيره مش في بيته، هذه مسألة لابد نفهمها. الله عز وجل يقول إيه؟ وربائبكم اللاتي فين؟ في حجوركم، يعني في بيوتكم. طب إذا كانت الربيبة اللي بنت الزوج مش في بيته، رجل تزوج من امرأة ثم طلقها وللمرأة منها بنت وتعيش مع أبيها، وجاء رجل آخر فتزوج هذه المرأة، هل بنت المرأة معه أم مع أبيها؟ هل في حجره هو أم في حجر أبيها؟ في حجر أبيها. فبعض أهل العلم يقولون لا، شرط أن تكون عنده، أن تكون معاه هو اللي مربيها، تكون في حجره، لكن إذا لم تكن في حجره لا. ولكن الراجح حتى وإن لم تكن فين؟ في حجره، أي في بيته، ما دامت ابنتها فلا يحل له أن يتزوج إيه؟ أن يتزوج بها. والشرط المتفق عليه أن يكون دخل بإيه؟ أن يكون دخل بأمها. والمراد بالدخول اللي هو الإيه؟ اللقاء بين الرجل والإيه؟ المرأة، اللي هو الجماع. ويلتحق بهذا الحكم بنات بنات الزوجة وبنات أبنائها. يعني تزوج إنسان بامرأة، هذه امرأة عندها بنت، وهذه البنت متزوجة وعندها بنت أخرى، فلا يحل له البنت الأولى اللي هي ربيبته أو بنت زوجته، ولا يحل له بنات إيه؟ بنات بنات زوجته، ولا يحل له بنات أبناء إيه؟ بنات أبناء زوجته. يصير لهم يصير للبنت كالأب، ويصير لبنات البنت كالإيه؟ كالجد. كذلك يصير لبنات الابن كالإيه؟ كالجد. زوجة الأب وزوجة الابن لا تحرم بناتهن على الرجل، فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وبنت امرأة ابنه باتفاق العلماء، فإن هذه ليست من إيه؟ من حلائل الآباء والأبناء، فإن الحليلة هي الزوجة وبنت أم الزوجة، وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة، فإن ولد الربيبة ربيب كما أن ولد الولد إيه؟ ولد. طيب تصوير المسألة إيه؟ زوجة الأب وزوجة الابن لا تحرم بناتهن ولا أمهاتهن. رجل تزوج بامرأة وعنده ولد، ابنه أراد أن يتزوج أم هذه المرأة، هل يجوز ولا لا يجوز؟ جائز ولا غير جائز؟ لأن هي تحرم على الأول، لا تحرم على الإيه؟ لا تحرم على الابن. طيب هذا الرجل رجل تزوج بامرأة وعند هذه المرأة بنت، وعنده هو ابن من امرأة أخرى، وعند المرأة بنت من رجل آخر، هل يجوز أن يزوج ابنه لابن ربيبته أم لا؟ لأن ما في مصاهرة ولا في شيء، هذا جهتان من إيه؟ جهتان منفكتان. وتيسيرا لحفظ المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، يمكن أن نقول كل نساء الصهر حلال إلا أربعة. نقول كل نساء النسب حلال إلا إيه؟ هم إيه؟ بنات العم وبنات العم وبنات الخال وبنات الإيه؟ جزاكم الله خير. طيب نفس الشيء نعمله هنا، نقول كل الإيه؟ كل نساء الصهر اللي هي المصاهرة حلال إلا أربعة، اللي هم إيه بقى؟ من خلال الفهم والشرح اللي احنا شرحناه، زوجة الأب وأم الإيه؟ الزوجة. يبقى زوجة الأب وأم الإيه؟ الزوجة، وبنت زوجتي زوجته التي دخل بها، وزوجة ابنه. وضحت؟ قولهم تاني. أخت الزوجة. ها؟ احنا بنتكلم الآن ايه؟ ما انا بشوف اخونا بيقول اخت الزوجة. طب احنا الآن نتكلم على المحرمات ايه؟ لا ما الله شكلكم نمتوا. بنتكلم شو قلنا في البداية خالص في حاجة اسمها حرمة أبدية وحرمة مؤقتة. طب احنا كلامنا كله الآن في احنا وصلنا للمؤقتة، رحنا المؤقتة، يبقى اخت الزوجة مش معانا في النقطة دي. خلاص اتفقنا؟ مش معانا هنا. طيب احنا عندنا الأربعة اللاتي يجوز للرجل أن يتزوج بهن عن طريق المصاهرة، أربعة فقط. الأولى زوجة التي يحرم عليهن، ها،
يحرم علي أن أتزوج بإيه؟ زوجة الأب، يحرم علي أن أتزوج بأم الزوجة، يحرم علي أن أتزوج ببنت الزوجة، يحرم علي أن أتزوج بزوجة الابن. خلاص اتفقنا، وضحت؟ طيب محرمات بالرضاع، يبقى عندنا محرمات بالإيه؟ بالنسب، محرمات بالإيه؟ مصاهرة، محرمات بالرضاع. خلونا بقى نفصل شوية في مسألة الرضاع هذه، وإن كان الأولى أن يفرد لها لقاء خاص وسيأتي دوره إن شاء الله، لكن نظرا لأنها مسائل فيها تفصيلات فنجعل نفردها بشيء من الكلام. الدليل على أن الرضاع يحرم قول الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة رضي الله عنه: لا تحل لي، بنت حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من ما يحرم من النسب. هو حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في نفس الوقت أخوه من أخوه من الرضاعة. فبنته لو كانت المسألة بدون رضاعة يجوز له أن يتزوج ابنة ابنة عمه، فلا حرمة في ذلك. لكن الذي نقلها من الحل إلى الحرمة الرضاع، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل لي، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، زي الولادة ما بتحرم، الرضاعة كذلك تحرم. فعلم من هذا أنه يحرم بسبب الوضاع الرضاع نفس الأصناف التي تحرم بالنسب، مع جعل المرضعة بمنزلة الأم، فتكون المحرمات من الرضاع على الرجل الرضيع كام؟ ها؟ طب نعد كده مع بعض. حرمت عليكم أمهاتكم أن تشمل الرضاع. طيب وإيه تاني؟ وبناتكم وأخواتكم من الرضاع كذلك، وتقول يا أخوان وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هذه يضاف عليها أشياءتين، يضاف عليها أمور أخرى. يبقى المرضعة وأمها، وبنات المرضعة بنات بنات المرضعة لا يحل، أخت المرضعة، بنت المرضعة، أم زوج المرضعة، خلاص، أخت زوج المرضعة، الأم والزوجة والأخت، بنت أم المرضعة. لأن هنضم لها كذلك مسألة المصاهرة، خلاص. طيب انا اخذها، خلينا ناخذها واحده. المرضعه فاهمينها الهم الام وان علت، يعني المرضعه وامها. طيب بنات المرضعه، هذا بالنسبه اليك بنات المرضعه، يعني هي ارضعت بنت فصارت ابنتها الان، فهي صارت ابنتك، فلا يحل لك ان تتزوج بها، خلاص، سواء من ولدنا قبله او من ولدنا قبله أو بعده، لأنهن أخواتي. لأنه يحرم على الرجل اللي هو الأب أن يتزوج بها لأنها تكون بنته، ويحرم على الأخ أن يتزوج بها لأن تصير أخته. وضحت؟ أن أوضحها أكثر في الإيه؟ أن أوضحها أكثر عند تفصيل مسألة من يحرم على الرجل الأم الأخوات من الرضاع. لأن الأخت فقط، يعني إذا اجتمع رجل وامرأة على ثدي واحد، يعني ننظر إلى من هي الأم التي اجتمع على ثديها. إذا كانت أم الولد فالبنت تحرم على الولد وعلى جميع إخوانه، سواء من ولد قبل هذا الولد أو ولد بعده. واضحة ولا ما واضحة؟ عندنا خديجة وفاطمة. خديجة أرضعت عائشة ومحمد، ولخديجة أبناء كثر، إبراهيم ورقية وما إلى ذلك. طيب محمد الذي ليس ابن خديجة هذا، هل يحرم الذي ليس ابنها وإنما أرضعته، هل يحرم على عائشة وحدها أم يحرم عليها وعلى سائر إخواني أخواتها؟ لأنه اجتمع مع أمها على نفس على سديها. طيب إذا كانت المسألة بالعكس، عندنا مثلا فاطمة أرضعت محمد وعائشة،
محمد ابنها وعائشة ليست بابنتها. عائشة تحرم على محمد وتحرم على أخيه الذي أكبر منه ومن أتى بعده. لكن هل يتزوج محمد إخوان عائشة يا أخوات عائشة؟ يجوز أن يتزوج من أخوات عائشة؟ أنه ما رضعش مع أخواتها، هي فقط حرمت على محمد وعلى لأنها اجتمعت مع هذا على سدي أم أنجبت محمد وأحمد وإبراهيم وما إلى ذلك. وضحت؟ طيب، أخت المرضعة اللي هي الخالة، بنت المرضعة، بنت المرضعة، خلاص، لأنها بنت إيه؟ بنت أخته. أم زوج المرضعة، ما قلناها زوج المرضعة ده مش بيصير أب؟ يعني هي البنت لما بترضع من واحدة هو الأم بس اللي بتصير أم، ولا بتصير المرضعة أم ويصير الزوج أب؟ يصير الزوج أب. إذن أم الأب هذا تحرم على من أرضعته. إذا أرضعت هذه المرأة طفل مثلا، لا يجوز لهذا الطفل أن يتزوج بأم زوج أمه الذي هو في الأصل أبيه. وضحت؟ صارت جدة له. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أخت زوج المرضعة، لأنه أبوه فما ينفعش تزوج عمته، خلاص لا يجوز أن يتزوج بإيه؟ بعمته. بنت أم بنت ابن المرضعة، أنا شايفكم تهتوا خالص. بنت ابن المرضعة اللي هي الأم، بنت ابن الأم بيبقى مين؟ بنت أخوه، هتكون بنت أخوه. نعم، بنت أخت بنت أخوه. يعني محمد رضع مع إبراهيم من فاطمة، فصار الآن محمد أخو إيه؟ إبراهيم. طيب، لا يجوز إن إبراهيم الذي ليس ابن فاطمة يتزوج بابنة محمد. وضحت؟ طيب، يضاف إلى هؤلاء بنت زوج المرضعة، بنت الإيه؟ بنت الزوج، حتى وإن لم تكن من الإيه؟ وإن لم تكن من المرضعة، لأنها تصير أختها أب من الرضاعة، أخت الأب من المسألة كانت تحتاج إن إحنا نجيب الصبورة حقيقة بصراحة. المهم سنأتي إليه، لكن فقط أريد أن تنتبهوا، إحنا لما بنقول الآن بنت زوج المرضعة، زوج المرضعة ده صار إيه؟ أب. بنته حتى ولو لم تكن من المرضعة هذه بالنسبة إليه صارت إيه؟ فلا يجوز، خلاص سهلة. طيب، أخوات زوج المرضعة، ليه؟ لأنهم صاروا إيه؟ أعمام، أخوات صاروا عمات. الزوجة الأخرى لزوج المرضعة، لزوج المرضع اللي هو الرجل، الزوجة الأخرى لزوج المرضع لأنها زوجة الإيه؟ زوجة الأب. يعني افترض أن امرأة أرضعت مثلا خديجة متزوجة بمحمد، أرضعت طفل سمى إبراهيم، محمد هذا اللي هو زوج خديجة متزوج بامرأة أخرى اسمها رقية، جيد، هي لما أرضعت إبراهيم هل يجوز لإبراهيم أن يتزوج برقية التي هي زوجة أبيه؟ هو طبعا لا يجوز له أن يتزوج بإيه؟ بأمه التي أرضعته، لكن هل يجوز له أن يتزوج بزوجة أبيه من الرضاعة؟ لا، لأنها بتصير في مقام زوجة الأب، ولا يجوز له أن يتزوج بزوجة الإيه؟ بزوجة الأب. طيب، في استشكال قبل ما نمر؟ هي كلها استشكالات. طيب، زوجة الأب مرضعة ولو لم تكن أرضعته؟ نعم، أنها بتصير زوجة أب، تصير زوجة أب. يعني عندما رجل تزوج بامرأتان أحدهما أرضعت والثانية لم ترضع، فإذا أرضعت الأولى ولدا فلا يجوز له أن يتزوج من الثانية، لأن الثانية بالنسبة لي زوجة إيه؟ زوجة أبيه، ولا يحل للرجل أن يتزوج بزوجة أبيه. وعلى هذا فإيه؟ وعلى هذا فقيس الإيه؟ قيس المس. طب السبب إيه في التحريم بالرضاعة؟ ما السبب؟ السبب اللبن، الحليب، يعني هو اللي عمل الحرمة هذه. طيب،
كمية. لا لسه سنأتي إلى مسألة الكمية والقدر وعدد الرضاعات والمسائل هذه كلها. احنا بنقول فقط السبب اللي هو ليه الرضاع. ليه؟ لأن اللبن يدخل في تكوين عظام الطفل، ولذلك بقى سنأتي إليها. يعني إذا هي أرضعت من لا يدخل اللبن في تكوين عظامه كمسألة الرضاع الكبير سنعرض إليها إن شاء الله. يبقى العلة إيه؟ إن اللبن والإنسان، الإنسان خلقه أصله من إيه؟ من ماء. الماء هذا أصل الخلق، لكن اللي بيكون البدن إيه؟ يعني النطفة التي يضعها الرجل في امرأته تجتمع مع البويضة فينشأ المخلوق هذا الذي أراد الله عز وجل لو أن يكون. طيب هي خلاص نسيبه كده بقى، طلعت النطفة كده أوجدت إنسان، يخرج من بطن أم الإنسان، مش بيتغذى هذا الإنسان في بطن أمه؟ لا يتغذى على حليبها. طب إذا خرج من بطن أمه ما الذي يكون بدنه وعظامه وينشئ حتى يكون إنسان كامل وتحرك ويذهب ويجي؟ الحليب. حليب الأم أو حليب إيه؟ أو حليب غيرها، يعني حليب الوالدة اللي هي الأم الأصلية أو حليب غيرها المرضعة. فلما كان اللبن اللي هو اللبن والمرأة أساس في تكوين الإنسان صار إيه؟ صارت كالمنجبة له، كأنها أنجبته، فيحرم أن صار تكوين في كون البدن، فكأنها بالضبط يعني كأنها أنجبت هذا الإيه؟ هذا الرضيع سواء كان رجل أو امرأة. طيب مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تأذن لأفلح أخي أبي القعيس وهو عمها من الرضاعة بالدخول عليها. وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا، اللقاح إيه؟ اللقاح واحد. اللقاح ايه؟ واحد. المقصود به مين؟ الزوج. وهذا قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء. ولو كان الرضيع أنثى فيحرم عليها زوج المرضعة لأنه أبوها، وأخو زوج المرضعة لأنه عمها، وأبوه لأنه جدها، وهكذا. فالمرأة في المسألة كالإيه؟ كالرجل. كان رضع من من؟ رضع من فلانة، يحرم على فلانة وعلى أمها وعلى أمها وعلى بناتها وعلى وهكذا. لكن أبناء فلانة هذه لا يحرم على إخوان هذا الرضيع. يبقى المسألة تتعلق بالإيه؟ بالرضيع. يعني هذه مسألة كثير ما يسأل فيها. يجيك واحد يقول لك والله أنا أخويا رضع من فلانة وأنا أريد أن أتزوج ابنتها، هل يجوز لي أم لا يجوز؟ نسأله هل اجتمعت أنت مع فلانة هذه على سدي واحد أو أحد من أخواتها أو إخوانها؟ يقول لك لا، خلاص أنت لا يتعلق بك الحكم. الحكم إنما يتعلق بمن اجتمع على سدي هذه المرأة مع بناتها. وضحت يا أخوانا؟ طيب شروط التحريم بسبب الرضاع، يعني أي رضع كده تحرم ولا حاجة؟ لا، في شروط، في ضوابط حتى نقول إن الرضاع محرم. أول شيء تكلم فيه العلم عدد الرضعات المحرمة، وهذه مسألة فيها خلاف وردت فيها أقوال عند أهل العلم، أربعة أقوال. قول الأول تحرم الرضعة الواحدة فأكثر، وهذا مذهب الجمهور وأبي حنيفة ومالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن المسيب والحسن والزهري وقتادة والأوزاعي والثوري والليث ابن سعد، ولهم أدلة. يعني إذا أرضعت المرأة طفلا ولو رضعة واحدة على هذا القول فإنه بهذه الرضعة يحرم عليها وعلى سائر إيه؟ وعلى سائر بناتها كما فصلنا المسألة. طيب ما هي أدلتكم؟ قالوا أولا قول الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي إيش؟ هل في الآية موجود عدد؟ قال لك ما في عدد في الآية، فيبقى الأصل بالإيه؟ ما يصدق عليه مسمى الرضاع ويصدق بالإيه؟ بالمرة. يعني ممكن نقول إن المرأة هذه أرضعت هذا بمرة؟ نعم. هذا فقال لك ما دام لم يأتي عدد في الآية فيجوز الإيه؟ يبقى لو رضع واحدة تجزئ خلاص ويحرم بها. استدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة
من المجاعة. إذا كان طفل جعان جوعان وأتت امرأة غير أمه فأرضعته حتى شبع الطفل، فخلاص هذا قد سد إيه جوعه، فالرضاعة من المجاعة. فهذا الحديث واضح في أن رضعة واحدة إذا أشبعته تجزي. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يحرم من الرضاع بخمس رضعات أو بأربع رضعات أو بثلاث رضعات ما يحرم من النسب، وإنما قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ ما يحرم من النسب. حديث عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت أرضعتكما. هو كان متزوج بامرأة وجاءت امرأة سوداء فقالت له ولزوجه أرضعتكما. طيب إذا هم الاثنين اجتمعوا على نفس على سدي هذه المرأة السوداء فقد صار إيه؟ أخوي. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي إني قد أرضعتكما وهي كاذبة. هو بيقول هي كاذبة لكن ما عنده دليل في الايه في المساله، زوجته الان يعني اذا صدق فتحرم عليه. فقال وهي كاذبه، فاعرض عني النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم. في هذه الحاله قد تاتي امراه مثلا تريد ان تفسد بين الرجل وتقول له والله انا رضعتك انت وزوجتك. خلاص؟ طيب اذا كان المساله لها قرائن وادله وما الى ذلك تفيد ان المراه هذه لم ترضعهما فلا ينتبه الى ايه؟ يلتفت الى قولها. لكن إذا قالت وزعمت ذلك فيؤخذ بقولها. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها، قال طلقها، وفي رواية قال دعها عنك، ففارقها عقبة رضي الله عنه وأرضاه وتزوجت برجل آخر. قالوا: ففي هذه النصوص الواردة كلها لم يذكر عدد معين. هل النبي صلى الله عليه وسلم سأله كم مرة أرضعتك؟ ما سأله، فقال مجرد انه سمع ان في رضاع خلاص يبقى بعد ذلك انه ايه تحرم هذه المراه عليه. فهذا قول اصحاب القول الاول. واجابوا عن الروايات التي وردت بتحديد العدد، لان في روايات سناتي اليها ورد فيها تحديد العدد 10 رضعات وخمس رضعات وما الى ذلك. قالوا ان هذه الروايات اختلف على عائشه في هذا العدد فوجب الرجوع الى اقل ما ينطلق عليه الاسم. قالوا ان عائشه جاء عنها بعض الاحاديث تفيد انها ثلاث رضعات وبعضها جاء خمس رضعات وبعضها جاء 10 رضعات، ففي خلاف في النقل عن عائشة كم بالعدد. فالأولى نحن نرجع إلى الأصل وهو رضعة واحدة فقط. واستدلوا كذلك بما جاء عن عمر بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل: أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرام. أخذ بالكم من رد، بيقول له رضعة واحدة تحرم ولا اثنين؟ فما رد عليه؟ قال له: لا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا أربعة. قال له: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فهذا الأصل فيه إيه؟ يبقى رضعة حتى لو رضعة واحدة. فقال رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. يبقى في استشكاله. قال له: ده انا سمعت ان امير المؤمنين بيقول لا تحرم رضع ولا رضعه. قال له: لا، قضاء الله. معنى ذلك انه تثبيت للفهم الاول ان رضع واحده ايه ان رضع واحده تحرم. ولان ذلك فعل يتعلق به تحريم مؤبد فلم يعتبر فيه العدد كتحريم امهات الايه النساء. هذا راي اصحاب القول الايه الاول. هناك قول ثاني قالوا: يحرم ثلاث رضعات فأكثر. يبقى أقل العدد كام؟ ثلاث. وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد وقول الظاهر أهل الظاهر إلا ابن حزم، وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وحجتهم. حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصة والمصتان. واضح ولا لا؟ لا تحرموا المصة والمصتان. مش مقصود بالمصة ان هو يعني مرة واحدة لا، المصة مقصود الرضعة والرضعتان. حديث أم الفضل قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال: يا نبي الله،
إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأة الأولى أنها أرضعت امرأة الحدثة. جوز واحدة وبعد فترة من الزمن تزوج بامرأة ثانية، فالمرأة الأولى قالت له مراتك اللي مراتك الثانية دي أنا إيه أنا أرضعتها، فزعمت الأولى أنها أرضعت الإيه الحدثة رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. الإملاجة المقصود بها الإيه الرضعة، يعني لا تحرموا الرضع ولا الايه الرضعتان. طيب يبقى الرضع والرضعتين ما يحرموش، يبقى ثلاثه يحرموا ولا لا؟ شفتوا الكلام اهل العلم والاحاديث الموجوده، سناتي الى التوفيق بينها ان شاء الله. قالوا ولان ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الايه الثلاث. اما تحب تقول له عدد مثلا اقل العدد ايه؟ واحد، هذا يعتبر عدد. اثنان في العرف، يعني واحد تقول اثنين، انت لما تيجي تتكلم والله قابلت رجلين، قابلت اكثر من رجلين، معنى كده ان هو يعتبر ايه عدد. فقالوا هذا ما يعتبر في الايه ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الايه الثلاث. هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا يحرم خمس رضعات فاكثر، نرقى شوي من رضع لثلاثه لخمس. وهذا القول الثالث مذهب الشافعي والمشهور عن أحمد وابن حزم وبه قال عطاء وطاووس، وهو عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير. وحجة هذا القول حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، يعني معنى كده أنها كانت إيه؟ معنى كده أنها كانت آية. هي تقول ماذا؟ أمنا عائشة ماذا تقول؟ تقول كان فيما أنزل من الإيه؟ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، يعني دي كانت آية في القرآن ثم نسخ بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من الإيه؟ فيما يقرأ من القرآن. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من الإيه؟ القرآن، اللي هو خمس رضعات يحرم. قال النووي رحمه الله ومعناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا. يعني إن ننتبه إلى قول أم المؤمنين عائشة وهن يقرأن من القرآن، ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وقد أقرت المسألة على أن هذا قرآن، لا، نسخ. لكن بعض الناس كانوا يقرأن بهذا على أنه قرآن، ما وصل إليهن أنه نسخ من الإيه؟ نسخ قرآنا وصار إيه؟ حكما. هذا المنسوخ لفظا والباقي إيه؟ حكما. يعني توصيف المسألة، القرآن كان فيه عشر رضعات يحرم، هذه كانت آية في القرآن، نسخها الله عز وجل بخمس رضعات معلومات يحرم، وكان الصحابة يقرؤون هذه على أنها قرآن، ونسخ الله عز وجل هذا اللفظ. ما معنى أنه نسخه؟ يعني ما أصبح قرآنا، اللفظ نفسه كالآية الموجودة، ونسخ اللفظ موجود، يعني النسخ اللفظي كالزاني والزانية فارجموهما الإيه البتة، كانت هذه آية موجودة في الإيه موجودة في القرآن، لكنها نسخت لفظا، معنى نسخت أي محاها الله عز وجل. وقال الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فالذي ينسخ هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نسخت، يعني رفع اللفظ، ما يعد قرآن، لا يجوز لأحد أن يتعبد به وقرأه على أنه قرآن، لكن بعض الناس لم يصلهم أنها نسخت قرآنا، لكن بقي الإيه؟ بقي الحكم. إيه هو الحكم؟ أن خمس رضعات معلومات إيه؟ معلومات يحرم. فهذا من القرآن المنسوخ تلاوة، الباقي إيه؟ حكما كآية إيه؟ كآية الرجم. وهذا دليلهم في المسألة. من الأدلة على أن خمس رضعات يحرم ما جاء في بعض طرق حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعي سالما خمس رضعات فيحرم بلبنها. وعن عائشة قالت لا يحرم دون خمس رضعات معلومات. وهذا القول الثالث. القول الرابع لا يحرم إلا عشر رضعات فأكثر،
وهو مروي عن عائشة وحفصة، فعن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فقالت أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم: فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت، فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. واستدلوا كذلك بحديث صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه 10 رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها. هم يقولون هذه أحاديث ثابتة في إن 10 رضعات هي التي تحرم، أما ما عدا ذلك فلا تحرم. طب القول الراجح في هذه المسألة إيه؟ القول الذي نأخذ به، الراجح هو قول من قال 5 رضعات معلومات يحرم، 5 رضعات معلومات يحرم، لحديث عائشة في نسخ 10 إلى 5 رضعات، لأنها ثابتة. هو وردت الأحاديث الآن عن عائشة تفيد بأن 10 إيه؟ 10 رضعات، لكن ورد في حديث أن 10 رضعات نسخ وبقي الحكم على إيه؟ على 5. ففي حديث عام وباقي الحديث الخاص المخصص الآن المقيد، فإذا كان هناك مطلق ومقيد يحمل الإيه؟ المطلق على الإيه؟ على المقيد. وضحت؟ طيب، يبقى هذا هو الإيه؟ هو الراجح في هذه المسألة، لحديث عائشة في نسخ 10 إلى 5 رضعات ومقيد لحديث مطلقة، فيجب حملها عليه. وأحاديث الرضعتين ليست صريحة في تحريم الثلاث أو الأربع، ثم رواية 5 صريحة، فيكون المعول عليها، وعلى هذا القول تنتظم الأدلة ولا تعارض. وأما فتوى عائشة بالعشر فليس فيه حجة لأمرين. الأمر الأول أنها مخرجة على أن عائشة كانت تأخذ لنفسها 10 رضعات، يعني أنها كانت تأخذ لنفسها بعشر رضعات، لكن إذا يعني بالنسبة هي لنفسها تأخذ بالعشر، أما لغيرها فبـ5 رضعات كما سبق ذكره، وكذلك حفصة. فلعله كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات كما صح عن طاووس. مما كذلك يفند القول بهذه المسألة أن العبرة بروايتها لا برؤيتها وفتواها، العبرة باللي قالته مش اللي هي إيه؟ مش اللي ثبت أنها شفته أو أفتت به، ما دام قول ثابت لها فيؤخذ بإيه؟ يؤخذ بالقول. طيب، إذا وقع الشك في عدد الرضاعات أو في عدد الرضاع المحرم، هل كمل أم لا؟ هل يثبت التحريم؟ امرأة شكت، هل أرضعته 5 أم 4؟ هل أرضعته 10 أم 4؟ إذا ثبت 5 خلاص انتهت المسألة، لكن إذا شكت في العدد الثابت هذا، فهذا الأصل أن هذا لا يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، مبني على الأصل. الأصل أنها أرضعت 4، ما دام تشكت في الايه يبقى نبني على اللي كما نقول نبني على اليقين. اليقين هنا ايه؟ الاقل، والاقل كام؟ 4 أو 3. اذا شكت 5 أو 3 أو 4 او ما الى ذلك يبنى على الايه؟ على الاقل، والاقل هو اليقين، فهذا هو الاصل، فلا يزول اليقين بالايه؟ اليقين بالشك، كما لو شك في وجود الطلاق، لانهما ايه؟ الأصل أنه ما طلق، إلا إذا أتت قرينة تبين له أنه قد طلق، أو أتت قرينة مثلا تبين للمرأة أنها شكها هذا ليس في محله. بعض الناس يشهد أو شهد أو حضر أنها أرضعت 5 مرات مشبعات، والمرأة نفسها تشك، فإذا أتت قرينة تؤيد أنها أرضعت 5 ففي هذه الحالة يثبت الإيه؟ يثبت التحريم. قال الإمام ابن قدامة في المغني: وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت طفلا 3 رضعات وانقطع لبنها، فتزوجت آخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الصبي 2 رضعات. شفت المشايخ أهل العلم، واحدة متزوجة بواحد خلاص أرضعت طفل محمد مثلا، أرضعته 3 رضعات وطلقها الأول، ثم تزوجت برجل إيه؟ برجل ثان وأنجبت منه، ومحمد هذا ما زال رضيع، فأرضعت محمد 2 رضعات. هل الرضعتين من الأول
الثلاث من الأول يضم إليها الاثنين من الثاني وتحسب خمس رضعات، أم أنه لا بد أن ترضعه خمس رضعات وهي تحت رجل واحد؟ فأرضعت منه الصبي رضعتين صارت أما له بغير خلاف، نعلمه عند القائلين بأن الخمس محرمات ولم يصر واحد من الزوجين أبا له لأنه لم يكن عدد الرضاع من لبنه، ويحرم على الرجلين لكونه ربيبهما لا لكونه ولا إيه لا لكونه ولدهما. طيب السن المعتبرة بقى في الإيه المعتبرة في التحريم بالرضاع، للعلماء في السن المعتبرة في التحريم بالرضاع أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة أقوال، ونريد أن تنتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة جيدا. السن اللي إذا رضع فيها الإنسان يحرم على من أرضعته في ثلاث أقوال مشهورة. القول الأول: الرضاع المحرم ما كان في السنتين الأوليين فقط، امرأة أرضعت طفل وهو دون السنتين أو في السنتين، فهذا قول جماهير العلماء منهم الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبي ثور وصاحب أبي حنيفة والأوزاعي، وبه قال عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة. يبقى قالوا إيه؟ ماذا قالوا؟ سنتين. إذا فات سنتين خلاص يبقى الرضاع لا يؤثر في الايه لا يؤثر في التحريم. طيب ما دليلكم في هذه المسألة؟ قالوا الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن ايش حولين. ليش حولين؟ لأن الحولين هم اللي ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وهو أعلم به يعلم أن اللبن إنما يؤثر ويفيد الطفل فيما دام في الايه في سنتين، لكن بعد كده أكثر من سنتين فيعني هذا ما يكون فيه إيه؟ ما يكون فيه فائدة. حولين كاملين فهو إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة، وكمال الرضاعة إيه؟ سنتان، فدل على أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك، فقالت إنه أخي، فقال انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا ما إخوانكن إنما الرضاعة من الإيه إنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن حرمة الرضاع إنما هي في الإيه في الصغر حتى تسد الرضاعة المجاعة. ودائما الطفل في سن السنتين دائما يحتاج إلى لبن، يحتاج إلى الإيه يحتاج إلى لبن أمه وإن أكل بعض الشيء، ولبن أمه إنما يسد جوعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه انظرنا معنا، يعني تثبتنا في أن يكون رضع قبل الإيه بعد السنتين بعد المجاعة يعني خلاص. طيب هذه الأحاديث تذكرونها جيدا لأنها ستتعارض مع بعض الأحاديث التي ستأتي بعد ونوفق بينها إن شاء الله ولا ثمة تعارض. عن عبد الله بن دينار قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة يعني أمة وكنت أطأها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها، فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها، فقال عمر أوجعها أي ضربا وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الإيه الصغير. هي زوجته حبت تعمل إيه رضعت الجارية حتى لما ترضع الجارية صارت ابنة لزوجتي فيحرم عليه أن يأتي إيه أن يأتيها يصير أبا لها، كيف يأتيها هو أبوها وهي ابنة زوجته. فشكى ذلك إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه فاستفتاه في ذلك فقال إيه يعني المقصود بأوجعها يعني أدبها لأن هذا أمر يخالف الشريعة ولا يحق لها أن تفعل هذه المسألة، وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الإيه رضاعة الصغير. وعن ابن عمر قال لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ولا رضاعة لكبير. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك.
هي في علة المرأة مشكل سببها مشكلة صحية خلاص. فقال حرمت عليك. قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه. فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا؟ أنت شايفه رضيع اللي أنت شايفه ده، هذا رضيع. أرضيعا ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أثبت اللحم والدم. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. أرجع المسألة لعبد الله بن مسعود وفتوى. استدلوا كذلك بحديث ابن عباس قال لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وإنكار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة قولها باعتبار رضاع الكبير، وسيأتي هذا بيانه. يبقى هذا القول الأول أن الرضاع دون الإيه؟ أن الرضاع في السنتين. القول الثاني قالوا الرضاع المحرم ما كان في مدة 30 شهرا، في مدة إيه؟ 30 شهر، وهو مذهب أبي حنيفة. وحجته في ذلك قول الله عز وجل وحمله وفصاله 30 شهرا، فجعل المراد الحمل في الفصال لا الحمل في الأحشاء. هو ما يعني احنا نفهمها حمله وفصاله، أي حمله في بطن أمه وفصاله أي إرضاعه 30 شهرا، تحسب المدة 30 شهر. هم قال لك لا، أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه قال لا، المقصود بحمله ليس حمله في الأحشاء، إنما حمله على اليد، إن أمه تحمله وترضعه كام شهر؟ 30 شهرا. فقال بذلك. القول الثالث قالوا رضاع الكبير يحرم كالصغير، يعني إذا أرضعت المرأة أحدا فات سن الإيه؟ فات السنتين، فإن هذا الرضاع يحرم حتى لو كان عنده 20 سنة، فإن هذا الرضاع يحرم كما يحرم الرضاع للإيه؟ الصغير، يعني يحرم عليها الكبير كما يحرم عليها الإيه؟ الصغير. وهو مذهب الظاهرية وعطاء والليث، وبه قالت عائشة رضي الله عنها وحجة هذا القول حديث عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه. قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمت أنه كبير، يعني قال أرضعه يعلم أنه كبير. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأجوبة منها. الجمهور طبعا يقولون بأن الرضاع الكبير لا يحرم، فردوا هذا الحديث وأجابوا عليه بأجوبة. احنا سنستمع إلى الأجوبة ثم نلخص لكم مسألة رضاع الايه، مسألة رضاع الكبير وقول أهل العلم فيها. قالوا أن هذه واقعة عين خاصة، مسألة دي لم تثبت حدثت لحد تاني، هذه واقعة عين خاصة بسهلة وسالم فلا عموم لها. ولذا أنكر سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة استدلالها بها. فعن عروة قال أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضعة أحد من النساء يريد رضاعة الكبير، وقلنا لعائشة والله ما نرى الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخص في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يدخل علينا أحد بهذه الرضعة ما ولا يرانا. وقالوا إن هذا منسوخ، والقول بالنسخ لا يسلم به لا سيما مع عدم العلم بالتاريخ. طيب المسألة هذه لابد نفصلها شوية، لأن مسألة خدت وقت وخدت كلام طويل على وسائل الإعلام وتلقفها هؤلاء الأفاقون الكذابون وفيروها كالرماد في الهواء أو كالريح، ذروها وشغبوا على الإسلام وقالها الإسلام رضاع الكبير، وخرج الأفاقون الكذابون، وطبعا خرج النكات والكلام الفارغ الباطل أن المرأة قد ترضع من زميلها معها في العمل حتى يصير بالنسبة إليها محرما تجلس معه، أو قد ترضع المرأة رجلا معها في سفر فيصير محرما عليها فتسافر ومعها محرم، وكلام من هذا الكلام كثير جدا. طيب الرد على هذه المسألة رد سهل وبسيط، لأن بعض الناس خروجا من مسألة التهمة هذه، لأن هذه تهمة، يقول لك طبعا الجالسين ليل نهار على وسائل الإعلام سواء كان القساوسة ولا غيرهم، هذه الشبهة بيشتغلوا عليها ليل نهار، يعني ما عندهم شغلانة غير مثل هذه الأمور.
فبعض من رد على رد الشبهة قال إن هذا أمر نسخ، لبعضهم قال إن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، ومسألة رضاع الكبير ملهاش أصلا في الشريعة. وطبعا هذا كلام باطل، لأن الحديث في مسلم، الحديث في مسلم وفي كتب السنن، وحديث صحيح ثابت. وبعضهم قال أن المسألة هذه مسألة خاصة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم، ما عليه جماهير أهل العلم أن هذه الحادثة التي صارت هذه خاصة بسالم. طيب إيش حكاية سالم هذا من البداية حتى نعرف المسألة، حتى ما نتكلم في حكم مسألة ما نعرفها. أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان كعادة قريش ليس بابنه، فيضمه إليه يربيه يكبره يعلمه، ويصير ابنه، يصير ابنا له ويسمى باسمه، بل ويرثه إن مات. وهذه المسألة ما موجودة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. مش كان يسمى في البداية بزيد بن محمد؟ ها؟ وسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب رضي الله عنها وأرضاه لإبطال مسألة التبني هذه، لأنهم كانوا يقولون لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة ابنه، فأنزل الله عز وجل يعني جرت هذه الأحداث لإبطال هذه العادة، عادة التبني، فصار لك أن تتبنى طفلا بنوة روحية إنفاق ما إلى ذلك، لكن التوارث لا، أن يصير زي ابنك الصلبي يعني يرثك إذا مت أو ترثه إذا مات لا. فأبو حذيفة تبنى سالم رضي الله عنه وارضاه قبل أن ينزل قول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فلما تبنى أبو حذيفة سالم تربى في بيت حذيفة وسهيلة، أبو حذيفة وسهيلة زوجته ربته وهو طفل صغير وكبر في بيتهما، ويعني كان يناديها بأمه ينادي أبو حذيفة بأبيه، ونشأ في البيت وتربى فيه، كما جاء ذلك عند البخاري في صحيحه أن أبا حذيفة عتبة بن ربيعة بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله إلى قوله تعالى ومواليكم فردوا إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب كان مولى، مولا يعني عبد وأخا له في الإيه مولاه حليفه ليس بعبد حليف وأخا له في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل ابن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا، يعني سالم هذا الذي عندنا كنا نراه ولدا وقد أنزل الله فيه ما قد علمت، اللي هي مسألة أنه ما يصيرش إيه لا يكون ولدا وإنما يكون حليفا. وكان ذلك بعد أن بلغ سالم وكان قد تربى في بيت أبي حذيفة وسهل بنت سهيل رضي الله عنها وأرضاها، وكان يدخل بيت أبيه وأمه ولا حرج في المسألة، فأبو حذيفة أبوه وسهلة أمه، لكن خلاص نزل الحكم فلم تعد سهلة أمه ولا أبو حذيفة أبوه. فبعد أن أبطل الله سبحانه وتعالى التبني صارت سهلة بنت سهيل أجنبية عن سالم، ولما كان تبني كانت أمه، لكن لما أبطل الله التبني هي الآن حكمها إيه بالنسبة إليه؟ امرأة أجنبية. طيب وهل يجوز لامرأة أجنبية أن تخلو برجل أجنبي؟ طب سالم في البيت ويجلس معها وهي أمه التي ربته وكبرته وراعته حتى بلغ مبلغ الرجال، فأن لها أن تكون معه في بيت واحد وقد حرم الله عز وجل التبني فصار أجنبيا عنها. أضف إلى ذلك أنه جاء في بعض الروايات أنها كانت
ترى الكراهة في وجه أبي حذيفة. كانت لما يدخل أبو حذيفة البيت وسالم موجود مع سهلة في البيت التي هي في الأصل أمه بعد قبل إلغاء التبني، قبل نسخ التبني، كان يعني كأنها ترى في وجه الكراهة أن هذا رجل أجنبي وقد حرم الله عز وجل التبني فصار أجنبيا عنك، يعني فكيف يكون في البيت؟ ولكن أبو حذيفة لم يتكلم، ما تكلم ولا قال لها لا يجوز لك أن تبقي معه ولا شيء من هذا، لكنها لما رأت الكراهة في وجه أبي حذيفة ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في المسألة. فقالت يا رسول الله، كما هي الرواية، يعني إن سالما كنا نعده ولدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. الكراهة اللي في وجه أبي حذيفة تذهب، أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة، يعني مسألة الكراهة راحت خلاص. يبقى طيب الآن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم أن رضاعة سهلة لسالم محرمة، لأنه سار بها إيه؟ ابنا لها من الرضاع. طب سالم ده عمره كم سنة؟ فوق 20 سنة، وكانت له لحية. في بعض الروايات أن ذكرت أن وله لحية، كيف أرضعه هو رجل وله لحية؟ خلاص، قال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فأرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. في رواية عند مسلم قال أرضعيه تحرمي عليه. هنا مسألتان، المسألة الأولى في تفصيل هل رضاع الكبير يثبت أم لا يثبت، يثبت الحرمة أم لا. جماهير أهل العلم على أن هذه الحادثة التي هي حادثة سالم مولى أبي حذيفة مع سهلة بنت سهيل أن هذه حادثة خاصة، وهذه فتوى خاصة أفتى بها النبي صلى الله عليه وسلم سهلة فأخذت بها وليست لأحد غيرها. يبقى المسألة نسخت خلاص، ماتت المسألة بموت مين؟ بموت سالم وسهلة وأبو حذيفة، انتهت ماتت المسألة. يبقى ما في حاجة اسمها رضاع كبير. يبقى اللي يجي النهارده اقول فيه رضاع كبير اليوم نقول له كلام انت كده، كلامك هذا كلام باطل لا اصل له، لان هذه كانت واقعه خاصه باحد الصحابه ومات وخلاص انتهت المساله، وليس لها تعلق فيما بعد موتهما. هذا قول جماهير اهل العلم. الا ان هناك قول قال به كثير من أهل العلم وانتصر له من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وانتصر لها من المتأخرين في أزماننا نحن، انتصر لهذه المسألة لهذا القول الشيخ الألباني رحمه الله، وكذلك الشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ عبد العزيز بن باز وكثير من أهل العلم وشيخنا الشيخ إسحاق الحويني ورد هذه المسألة وشرحها وفصلها ثم قال بهذا القول، ألا وهو عدم القول بالنسخ، أن الحكم ما نسخ وأن الحكم يثبت، ولكن إذا وجدت الحاجة إلى ذلك، يعني إذا وجدت حالة نفس حالة سالم مع أبي حذيفة وسهلة بنت سهيل، فيجوز عندها أن يكون أن يؤخذ بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المسألة. يعني إنسان مثلا جاب ولد أتى بطفل فرباه في البيت وتربى مع أبنائه وما إلى ذلك وكبر ونشأ في بيتي وليس له مأوى، كما كان حال سالم لو كان خرج لم يكن ليجد مأوى يأوى إليه ولا مكان يسكن فيه وربما يضيع. ففي هذه الحالة يجوز للمرأة أن ترضعه 5 رضعات، ويحرم عليها كما قالت بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فيؤخذ بهذا في مثل هذه الحالات، لكن مش معنى ذلك أن إحنا المسألة تكون على الكلام الفاضي الباطل اللي يقولوه
ان الموظف يرضع 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 الموظفه ترضع صديقها معاها في الوظيفه ولا ما الى، لا لا هذا كلام باطل. اذا كانت الحاله على نفس التوصيف يجوز. عندها يسال الانسان في حالته، يذهب الى احمد العلم يستفتي يقول الوضع كذا وكذا وكذا، هل يجوز ام لا يجوز؟ وهذا قول له وجه ومعتبر، واظن والله اعلم يجمع به بين الايه بين الادله، ان رضاع الكبير بصفه عامه لا يجوز خلاص. ومن قال به فهذا يقول بخلاف الايه بخلاف الحق، ومن رده وقال ما في الاسلام حاجه اسمها رضاع كبير كذلك هذا كلام خلاف الايه الحق. حديثه ثابت وتوصيفه كما ذكرنا. اما الحاله، ها الحاله ايه؟ تقاس على الحاله، الحاله تقاس على الايه على نفس الحاله اذا كان نفس الايه نفس السبب. وضحت المساله؟ طيب مسألة أخرى نريد أن فقط أن نثيرها كده، هل معنى أن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما أنها ألقمته ثديها؟ ها؟ أنها ألقمته ثديها؟ كيف ذلك؟ ولا يجوز للرجل أن يمس جلد امرأة لا تحل وهي امرأة أجنبية. أقوال أهل العلم وردت في هذه المسألة أنه لم يلقم ثدي سهيلة، وإنما حلبت له من لبنها في إناء فرضع منه فشرب منه 5 رضعات مشبعات. طيب من قال بهذا الكلام؟ أرد لكم فقط الأقوال في هذه المسألة. قال ابن عبد البر: صفة إرضاع الكبير إذا وجدت الحالة ووصفت أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. يبقى هذو الناس اللي مخاخهم تعبانة ونفوسهم مريضة، ها يقول لك هذه دعوة إلى كذا ودعوة إلى كشف مش عارف، هذا كلام عندنا باطل، عند أهل العلم باطل. هذا كلام الإمام بن عبد البر رحمه الله. صفة إرضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه، فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. وأخرج ابن سعد في الطبقات أنه كان يحلب له في إناء قدر رضعة فيشربه سالم. كلام ده على سالم اللي هو صاحب الحادثة صاحب الواقعة. قال ابن سعد في الطبقات أنه كان يحلب له في إناء قدر رضعة، يعني في إناء تحلب له قدر الرضعة ثم يشرب هذا اللبن. أما أن يباشر الثدي لقما فلا، يعني يلقم الثدي وجلو في فمه، فهذا لم يثبت. أما في مسألة هل يجوز ذلك في هذا الزمان، مسألة أخرى. يبقى المسألة مسألة الوقع ثابتة، حد يقول لك هذه موجودة عندكم؟ أو موجودة، حدثت حديثها صحيح صحيح. طيب إيه أقوال أهل العلم جماهير العلماء على أنها منسوخة؟ والقول الذي نميل إليه أنها غير منسوخة، وأنها باقية لمن كان في نفس الإيه في نفس هذه الحالة، لمن انطبقت عليه هذه الإيه لمن انطبقت عليه. أما أن تكون عامة فلا. طيب خليني بس أكمل المسألة وبعدين يفتح باب الإيه يفتح باب الأسئلة. هل يجوز ذلك في هذا الزمان؟ عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أعليهن أحدا بتلك الرضاعة. فقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. وهذا ما عليه جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عدا عائشة رضي الله عنها، وما عليه المذاهب الأربعة، وما عليه علماء الأمة خلاف ما ذكرناه من الايه من قول عائشة، ومن انتصر لقولها من الصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك من التابعين وممن أتى بعدهم من العلماء في أن الحكم باق وأنه يجوز لمن كان في مثل هذه الحالة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والإيه بمنزلة الطعام والشراب. وقال رحمه الله: وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذاهب الأئمة الأربعة، بل لا يحرم إلا رضاع الصغير كالذي رضع في الإيه في الحولين. وللشيخ رحمه الله قول ثان في هذه المسألة، وهو أنه إذا انطبقت الحالة فيجوز. وضحت هذه المسألة؟ ما نتكلم فيها كثير،
ما تحتاج إلى 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 يعني إلى تشغيب وما إلى ذلك، ولا ونحن لا نتبرأ من هذه المسألة، هذا أمر في ديننا شرعه الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أهل العلم. يبقى الأقوال الأربعة اللي احنا الأقوال الثلاثة التي ذكرناها الراجح منها ما كان في الحولين الأوليين، هذا هو الذي اختاره جماهير أهل العلم، هذا الذي تثبت به الحرمة. أما رضاع الكبير فعلى التفصيل الذي الذي ذكرناه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. صفة الرضاع المحرم فقط نذكرها، ثم بعد ذلك نبقى مع المحرمات مؤقتا، نواصل مع الأسبوع القادم إن شاء الله لأننا أطلنا في هذه الليلة. صفة الرضاع المحرم، هل يشترط في الرضاع المص من الثدي؟ ذهب الجماهير جماهير أهل العلم إلى أن لبن المرضع يحرم سواء مصه الطفل من ثديها أو حلب له في إناء وشربه، كما ذكرنا أقوال أهل العلم سابقا في هذه المسألة، وسواء وضع له في الفم أو في الأنف السقوط أو بأي صفة كانت بحيث يحصل له به الغذاء في المعدة ويسد جوعه.